بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة. أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. نبدأ جلستنا بتلاوة أسماء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. الأخت الأمين العام تفضلي. شكرا معالي الرئيس. لا يوجد متغيبون عن حضور الجلسة السابقة بدون عذر. المعتذرون عن حضور جلسة هذا اليوم سعادة الدكتورة فاطمة الكوهجي لظرف خاص، سعادة السيد رضا منفردي للسفر خارج المملكة، سعادة السيد عادل معاودة لسبب صحي، وسعادة السيد عادل العسومي لمهمة رسمية. شكرا. شكرا جزيلا. ننتقل إلى التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، فإذا هناك أي ملاحظات. إذن تعتبر المضبطة مصادق عليها. أخواني وأخواتي، لدينا كلمة بمناسبة الأعياد الوطنية لمملكة البحرين. بمناسبة قرب احتفالات مملكة البحرين بالعيد الوطني المجيد وإحياء ذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح ككيان عربي إسلامي عام 1783، وذكرى تولي صاحب الجلالة الملك المعظم مقاليد الحكم، وبكل معاني العهد والولاء وكلمات الفخر والاعتزاز، أتشرف باسمي واسمكم جميعاً أن نرفع أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. قائد النهضة المباركة والمسيرة التنموية الشاملة الذي يشهدها وطننا الغالي، كما يتشرف مجلس الشورى أن يرفع خالص التهاني وأجمل التبريكات إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وبهذه المناسبات الوطنية السعيدة التي تجسد تاريخا مضيئا وسجلا وطنيا زاخرا بالإنجازات والنجاحات التي تشهدها مملكة البحرين على الأصعدة كافة، وإذ يهني مجلس الشورى شعب مملكة البحرين الوفي بهذه المناسبات الوطنية المجيدة، فإنه يؤكد عمله الدائم وسعيه المستمر وحرصه المتواصل على تحقيق مصالح الوطن والمواطنين وتعزيز التعاون الفاعل والمثمر مع الحكومة الموقرة وكافة السلطات والمؤسسات والهيئات من أجل أن نواصل مسيرة العمل التشريعي الداعمة لمسيرات التنمية في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. كما نستذكر في أعيادنا الوطنية المجيدة شهداء الواجب الوطني الذين أدوا واجبهم تجاه الوطن بكل أمانة وإيثار، وقدموا صورا ناصعة للعطاء والتفاني والبذل والتضحية داخل مملكة البحرين وخارجها، وشكلوا نموذجا للولاء والإخلاص للوطن وترابه الغالي. دعين المولى عز وجل أن يتغمد شهداء الواجب بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يديم نعمة الأمن والأمان والازدهار على الوطن بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. حفظ الله مملكة البحرين وملكنا المعظم وولي عهده الكريم، وأدام علينا فيها نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني، احنا اليوم 10 ديسمبر، وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان،
ولا بد أن تكون لنا كلمة أيضا في مجلسكم الموقر بهذه المناسبة. وسأترك إلى الأخت الأمين العام قراءة البيان. تفضل أيها الكريمة. شكرا معالي. بيان مجلس الشورى بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان. بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي تحتفي به دول العالم في يوم العاشر من شهر ديسمبر كل عام، يؤكد مجلس الشورى أن مملكة البحرين تشهد نهضة حقوقية وإنسانية مستدامة ترسخ مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية وتحمي الحريات الأساسية للجميع وفق ما ينص عليه ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين. ويشير مجلس الشورى إلى أن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه شكل نقلة نوعية متميزة في منظومة حقوق الإنسان تتجسد في رؤى وتطلعات جلالته أيده الله بأن تبقى مملكة البحرين واحة إنسانية وحضارية تحفظ الحقوق وفق قواعد وثوابت وطنية راسخة تمثل امتداداً لإرث إنساني وركائز صلبة نشأ عليها شعب البحرين الوفي على مر السنين. ويعرب مجلس الشورى عن التقدير والثناء لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لما يوليه جلالته من اهتمام مشهود بملف حقوق الإنسان وحرص جلالته على أن تستند الإنجازات الوطنية والنجاحات التنموية على أسس حقوقية رصينة، مقدراً المجلس مبادرات الحكومة الموقرة وبرامجها الحقوقية المتطورة التي تعكس مساندة ودعماً مشهوداً من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من أجل مواصلة تطوير المنظومة الحقوقية والدفع بها نحو مزيد من التقدم الفاعل والمؤثر. وينوه مجلس الشورى بالمبادرات الوطنية الرائدة في المجال الحقوقي التي تؤكد التزام مملكة البحرين بتنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيداً المجلس بالمراكز المرموقة والجوائز العالمية التي تحصدها مملكة البحرين في المجال الحقوقي وتعد انعكاساً لنجاح وتميز الأنظمة والبرامج الحقوقية المتعددة. كما يؤكد مجلس الشورى الاستمرار في أداء المسؤولية الوطنية من خلال مراجعة القوانين النافذة وسن التشريعات التي تعزز المكانة الحقوقية لمملكة البحرين على المستويين الإقليمي والدولي. ويثمن مجلس الشورى الدور المهم الذي تلعبه الدبلوماسية البرلمانية البحرينية في إبراز السجل الحقوقي المشرف لمملكة البحرين، وذلك من خلال المشاركات القيمة في المحافل والاجتماعات البرلمانية والدولية. شكراً. شكراً جزيلاً. الرسائل الواردة لو سمحتي. الرسائل الواردة: رسالة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الموقر بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة لإخطار المجلس بحالته للجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. الأسئلة: السؤال الموجه إلى صاحب السعادة وزير التنمية الاجتماعية والمقدم من سعادة العضو هشام هاشم حسين القصاب بشأن مشروع إنشاء مجمع الإعاقة الشامل ورد سعادة الوزير عليه. شكراً. شكراً جزيلاً. ننتقل إلى تقرير لجنة الخدمات بشأن المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1985 بشأن تنظيم السياحة. الأخ المقرر. بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم جميعاً بكل خير. معالي الرئيس، أطلب من مجلسكم الموقر تثبيت هذا التقرير في مضبطة الجلسة. الموافقون على تثبيت التقرير في المضبطة؟
أغلبية موافقة. تفضل. شكرا معالي الرئيس. تدارست اللجنة المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، والذي جاء مؤكدا لسلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وعلى الرأي القانوني للمستشار القانوني للجنة. يتألف المرسوم بقانون فضلا عن الديباجة من مادتين. تناولت المادة الأولى استبدال نصوص المواد 4 و 5 و 11 مكرر من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، وجاءت المادة الثانية تنفيذية. يهدف المرسوم بقانون إلى منح هيئة البحرين للسياحة والمعارض صلاحية فرض جزاءات إدارية بحق من يخالف أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة والقرارات المنفذة لأحكامه، وكذلك صلاحية نشر بيان بالمخالفة التي ثبت وقوعها وتحديد المخالفات التي تترتب عند ارتكابها غرامات إدارية، بالإضافة إلى تنظيم موضوع التظلم إلى الوزير في أي قرار يصدر استنادا إلى أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1986 وتعديل القرامات المقررة في المادة 11 مكرر. رأت اللجنة أهمية المرسوم بقانون، وذلك للاعتبارات التالية: أولا، تنظيم القطاع السياحي بشكل يتلائم مع الحاجة المستمرة للتطوير وتوفير بيئة سياحية موثوقة. ثانيا، سد الفراغ التشريعي المتمثل في خلو قانون تنظيم السياحة من الجزاءات الإدارية المتدرجة، والتي تطلع بدور مهم في ضبط المخالفات التي تضر بقواعد السياحة الوطنية وتضر بسمعتها بما يتوافق مع مدى جسامة الأفعال المعاقب عليها طبقا لأحكام قانون السياحة. ثالثا، تركيز الجهود على الوضع السياحي باعتباره القطاع الرافد للاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وبما يتماشى مع استراتيجية السياحة لمملكة البحرين. رابعا، أن المرسوم بقانون صدر وفق الشروط والضوابط التي تضمنتها المادة 38 من الدستور في 25 سبتمبر 2023 خلال فترة عدم انعقاد مجلس الشورى والنواب بعد فضل الدور الأول من الفصل التشريعي السادس، وقبل بداية الدور الثاني من الفصل التشريعي السادس، كما تم عرضه على مجلسي الشورى والنواب بتاريخ 28 سبتمبر 2023 مطابقاً لما أوجبت المادة 38 من الدستور، وبحث مدى توافق ما تضمنه المرسوم بقانون لأحكام الدستور. وقد اشترط النص الدستوري لإصدار المراسيم بقانون أن يحدث ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، وهذه الأمور يقدرها جلالة الملك المعظم باعتبار جلالته رأس الدولة عملاً بنص المادة ألف على 33 من الدستور. ختاماً، تؤكد اللجنة أنها تتفق مع أهداف المرسوم بقانون ومبررات إصداره. في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدأ من آراء، فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة. شكراً سيدي. مشكور. الدكتور ابتسام الدلال، رئيسة اللجنة. شكراً معالي الرئيس، صبحكم الله بالخير، ونرحب بسعادة وزيرة السياحة والفريق المرافق لها. طبعاً سيساهم هذا المرسوم بقانون في الحفاظ على السمعة العالية التي تتمتع بها مملكة البحرين اليوم، وذلك بسد الفراغ التشريعي كما ذكر التقرير. وسيساهم هذا المرسوم في تطبيق الاستراتيجية التي وضعتها مملكة البحرين لتحقيق النمو في القطاع السياحي وجعله أحد الروافد، أهم الروافد غير النفطية في الاقتصاد الوطني. ارتكزت الاستراتيجية التي اعتمدتها المملكة عام 2021 على أربع أولويات، وهي تسهيل الدخول والجذب السياحي والتسويق والترويج والإقامة،
وتعمل وزارة السياحة على استهداف العديد من الأسواق السياحية في الدول الشقيقة والصديقة، وهناك اتفاقيات سياحية مع أكثر من 100 مكتب سياحي حول العالم. فبعد الجائحة ارتفع عدد القادمين عبر جسر الملك فهد بنسبة 158% لهذا العام، وارتفعت نسبة القادمين عبر مطار البحرين الدولي بنسبة 102%، وقد تم الاتفاق مؤخراً على أن يتم الترويج السياحي للمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين كوجهة سياحية واحدة. ومع كل هذه الاتفاقيات يأتي هذا المرسوم لحماية هذه المكتسبات، ولكن لا زال هناك المزيد من العمل المطلوب لتطوير البنية التحتية بالتعاون بين العديد من الجهات المعنية. كما لازلنا نتطلع إلى دعم هذا القطاع الهام من خلال توفير برامج أكاديمية وتدريبية مكثفة للعمل في هذا المجال، وبالتالي إتاحة فرص عمل للشباب أكثر تنوعاً، ومن ثم إدماجهم في ريادة الأعمال لهذا القطاع الحيوي، والذي يجب أن تتوفر له كل سبل الاستدامة. أيضاً لابد من تشجيع تكثيف إقامة المؤتمرات والمعارض المختلفة، وتشجيع السياحة العائلية والعلاجية وسياحة الأعمال. وقد أفاد الاستبيان الذي قامت به غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى ضرورة إصدار أيضاً قانون خاص بالقطاع السياحي، بحيث يعالج كافة المعوقات التي يعاني منها هذا القطاع. نحن متأكدون أن هذا المرسوم بقانون والمتدرج في عقوباته سوف يساهم أيضاً في تنظيم هذا القطاع مساهمة فاعلة، حيث يشكل نمو القطاع السياحي رافداً اقتصادياً هاماً لقطاعات أخرى مثل قطاع العقارات والفندقة والنقل والتجارة والقطاع الصحي والاستثمار بشكل عام وقطاع الثقافة، حيث تزخر البحرين بالمواقع الأثرية والبيوت التراثية. ومن أجل ذلك ندعو المجلس للموافقة على المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، وشكراً. شكرا جزيلا. الأخت دلال الزايد، تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا معالي الرئيس، وشكر موصول أيضا لرئيسة وأعضاء لجنة الخدمات على تقريرهم. بداية أحب أن أبين أنا متفقة تماما مع المرسوم وما ورد فيه من مواد، تم تعديل النصوص، بعض النصوص القائمة، خاصة أن هذا التعديل الرابع الذي يطال القانون الذي أنشئ بموجبه تنظيم السياحة. طبعا شكر موصول أيضا للوزيرة على جهودها الوطنية الحثيثة في مجال السياحة وجميع منتسبي الهيئة حقيقة على دورهم في هذا الجانب، والذي فعلا نعول على هذا القطاع السياحي كأحد أعمدة وروافد التنمية الاقتصادية في البلد. والحمد لله رب العالمين، يعني البحرين بطبيعتها جاذبة للسياحة، حتى بدون أن تكون هناك أي فعاليات أو أمور مرتبطة بالسياحة منذ عهدها، بشهادة يعني الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجيين، صراحة ما نسمعه دوما إن اختيارهم دائما للأماكن تواجدهم تكون دائما الوجهة الأولى بالنسبة لهم البحرين. وكذلك ما لمسناه من الجانب الغير خليجي أيضا بالنسبة سواء للعرب أو الأجانب، فرقم واحد أيضا في رفض هذا القطاع هو الشعب البحريني حقيقة في ترحابه وأصوله في التعامل مع السياحة، سواء تفاعلا أو استضافة لكل الأشخاص الذين يرتادون مملكة البحرين. أنا معالي الرئيس طبعا عندي بعض الأمور اللي حبيت أن أنا أتكلم فيها. أنا مع التدرج فيما تم النص عليه فيما يتعلق في الجزاءات التأديبية، خاصة أن المادة ابتدت في أن هي تذكر أن مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية والجنائية، باعتبار هذه الحقوق تظل مفتوحة للأفراد وأيضا للجهة الإدارية في اللجوء للقضاء سواء المدني أو الجنائي فيما قد ينشأ من نزاعات متعلقة ومرتبطة في المجال السياحي. التدرج الذي تم النص عليه أيضا هو تدرج غايته تصحيح المخالفة، وأيضا تنظيم كل ما قد يطرأ على المنشأة التي تعد من المنشآت السياحية وتقدم الخدمات السياحية، بحيث يتم وقف تلك المخالفات، تصحيح الأوضاع، الامتناع عن ممارسات غير مقبول فيها ومرفوض فيها في مجال القطاع السياحي. في ذات الوقت إن كان حتى فيما يتعلق في القرامات
والنص على مسألة تناسب القرامة والجزاء مع جسامة الفعل، هذا خير ما تم أيضا الأخذ فيه كتوجه بأن هذا فعلا مبدأ التناسب ما بين الفعل والعقوبة الجزائية المقررة هو مبدأ يحقق فعلا العدالة والردع في نفس الوقت، ويحث المخالف على التوقف عن الاستمرار في هذا الأمر. ويمكن عدد من التشريعات الحديثة وعلى ذات الأخص قانون التنظيم العقاري كان القرامات التهديدية التي تم وضعها في القانون أسهمت إسهام كبير في وقف عدد من المخالفات التي تتم في هذا الجانب. طبعا معالي الرئيس أنا عندي استفسارين حبيت بعد أستفسر منهم، إن على أساس إن نعرف تماما سياق هذا المرسوم على أساس نكون على بينة. في القانون طبعا النص السابق كان من يتخذ هذه التدابير والعقوبات الإدارية الجزاءات الإدارية باعتبار أنها كانت في السابق تشمل فقط 3 جزاءات تأديبية، اليوم إحنا مع المرسوم فيها 8 جزاءات تأديبية كانت يختص بإصدارها للوزير بناء على توصية المدير. دكتور علي الحداد تفضل. شكرا معالي الرئيس والشكر موصول إلى أصحاب السعادة ورئيس وأعضاء اللجنة، وأيضا نطيب لنا أن نرحب بسعادة الوزيرة والفريق المرافق. صناعة السياحة في العالم اليوم ناجحة بكل المقاييس، وإيراداتها تصنف على أنها دخلا قوميا استراتيجيا خصوصا في الدول الغير نفطية. فعلى سبيل المثال للحص، سويسرا في أوروبا مثلا أو مملكة تايلاند أو الفلبين في شرق آسيا، وعلى ذلك قسمة سواها طبعا وفقا للأصول القانونية والتشريعية تلك البلدان، والتي تحرص على أن المستثمرين في القطاع السياحي والسواح أن يلتزموا بها ويقومون بتنفيذها انطلاقا من مجموعة من القيم والمبادئ التي صاغتها من السنن والشرائع التي ترى أنها تصب في حماية السياحة. وصناعة السياحة في البحرين لا تقل شأنا عن تلك التي نشهدها في بعض الدول التي لديها مردود طيب ومستوى السياحة فيها متقدم، إذ أننا نطمح في المزيد من التطور في مستوى صناعة السياحة في مملكتنا الحبيبة. والأمل معقود على سعادة الوزيرة الأستاذة فاطمة بن جعفر الصيرفي الموقرة في النهوض بهذا المرفق وتطويره حتى نضاهي الدول التي قطعت شوطا طويلا في هذا المجال، والعمل على التوسع في الأسواق السياحية الخارجية مما يسهم في تعزيز نمو القطاع السياحي في المملكة وتعزيز قطرة القطاع السياحي في وتعزيز نمو القطاع السياحي في المملكة وتعزيز قدرة القطاع السياحي على جذب المزيد من الاستثمارات النوعية وخلق فرص عمل والمساهمة في رفع مؤشر الناتج المحلي. فقد بلغ عدد زوار مملكة البحرين سنة 2022 9,900,000 زائر تقريبا، وبلغ معدل الإقامة للسائح حوالي 3.5 يوم، وبلغ معدل الإنفاق اليومي حوالي 76 دينار، فيما بلغ إجمالي الإيرادات تقريبا 1,500,000 دينار. معالي الرئيس، إن السياحة مرفق هام وفاخر يتأثر سلبا بالأحكام الصعبة، وأن التلويح بالعقوبات المشددة على المستثمرين الذين يديرون مشاريع سياحية سيجعل المستثمر في سأم وسيهرب، فلا إفراط ولا تفريط. إن المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 15 لسنة 1986 بشأن تنظيف السياحة في البحرين لوضع قيود واشتراطات على الخدمات التي تقدم للمستثمرين في قطاع السياحة ومن بينها خفض المنشآت السياحية، ربما يأتي بنتائج عكسية غير متوقعة. وشكرا. الأخ علي الرادي تفضل. شكرا معالي الرئيس، وشكر موصول إلى رئيس وأعضاء اللجنة وكذلك إلى وزارة السياحة وكذلك إلى هيئة السياحة. معالي الرئيس، طبعا أنا مع تقرير اللجنة وذلك الأسباب أكيد التي أوردتها اللجنة في تقريرها، وكذلك لأن موضوع التدرج في هذا النوع من القطاعات الحيوية مطلوب، خاصة
وأن القانون الحالي يعني الآن المرسوم أصبح القانون الحالي، ولكن القانون الذي كان مناط التطبيق كان يعني لا يعطي المرونة المناسبة للجهة المعنية لكي تتعامل مع هذا القطاع العام، خاصة وأن هذا القطاع وإن كان قطاع نعتبره يعني أحد مصادر دخل قومي أو رافد من روافد الاقتصاد الوطني، ولكنه كذلك هو القطاع الذي يحرك باقي القطاعات، بمعنى وجود سياحة في أي دولة، هذه السياحة إذا كانت ناجحة كل القطاعات الأخرى تتحرك، مثل قطاع البناء والتسوق والمواصلات وغيرها والطيران وغير ذلك من القطاعات، وبالتالي رفض ودعم هذا القطاع بتشريعات تعطي صلاحية للقائمين عليه وتعطي صلاحية كذلك ومرونة في نفس الوقت، أعتقد شيء مطلوب. وأصبح هذا هو يعني الترند أو هذا هو التوجه الذي تنتجه الدول التي تسعى دائما إلى تطوير هذا القطاع. موضوع مهم أيضا معالي الرئيس، يعني إذا أذنت لي أود كذلك أن أشيد بالعاملين في هيئة السياحة للأمانة، من خلال تعاملي معهم أعتقد وتعامل جميع معهم يمكن ما أدركناه في فترة السنوات الماضية، وجود كفاءات بحرينية يمكن دكتور ناصر الأخ أسنان، أعتقد لا أريد أن أذكر يعني بالاسم، ولكن ما وجدناه فعلا بأن هذا القطاع يدار من كفاءات بحرينية وطنية مدركة تعرف كيف تطور هذا القطاع، تعرف كيف تتعامل مع المستثمرين، مع من يريد أن يعمل في هذا القطاع، والنتيجة أعتقد وجدناها إيجابية. حجم هذا القطاع بدأ يكبر، الاستثمارات في هذا القطاع أصبحت أكثر، عدد الزوار الذين يأتون إلى مملكة البحرين ويظلون للحضور يعني الفعاليات الموجودة أعتقد خلال السنوات الماضية تضاعف بشكل كبير جدا، والأهم من ذلك أن هذا القطاع يعني دشنا خدمات سياحية نطلق عليها السياحة العائلية، وهي طبعا شيء نفتخر فيه في مملكة البحرين. أختم معالي الرئيس بأنني يمكن أجد الآن بعض الغرامات أجدها يعني كبيرة نوعا ما، ولكن فلربما يعني مناط ذلك بأن من يخالف إذا كان يعني المطور السياحي أو من يعمل في هذا القطاع هو جاد سيتجنب المخالفة، ولكن يمكن في مرحلة لاحقة بعد أن تستقر هذه التعديلات وبعد أن أتصور هذا يمكن شيء أيضا مطلوب، لا أعرف ما هو توجه الوزارة المعنية في أن تكون يعني القرارات يمكن أفضل تكون على مستوى الرئيس التنفيذي وليس على مستوى الوزير، لأنها تحتاج إلى مرونة في التعاطي وتحتاج كذلك أن تكون هذه القرارات متصلة يعني بالإدارات الأدنى، ولكن يمكن بعد مرحلة ما يمكن أن يكون هناك عودة إلى هذه العقوبات خاصة المادية، أعتقد قيمتها يعني الآن أتصور قيمتها وإن كانت أقل الآن يعني تدرجت يعني في السابق أو في القانون الحالي يمكن تبدأ من 10,000 الآن من 5,000 دينار، أدرك بأن من سيخالف يستحق هذا الجزاء، ولكن يمكن مستقبلا بعد أن يكون يتم تنظيم القطاع كذلك بشكل يعني أفضل مع أن الموجود الآن طبعا جيد، يمكن بعد ذلك يكون هناك عودة لهذه الغرامات يمكن تخفيفها. شكرا معالي الرئيس. شكرا جزيلا الشيخ أحمد خليفة. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا معالي الرئيس، والشكر موصول إلى رئيسة لجنة الخدمات والأعضاء ووزيرة السياحة ومرافقيها. بخصوص المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2023 لتعديل بعض أحكام المواد المرسوم بقانون رقم 15/19/86 بشأن تنظيم السياحة، جاء جدول مقارنة يبين مواد القانون قبل التعديل بموجب المرسوم بقانون ومواد المرسوم بقانون في تقرير اللجنة. المادة 11 مكرر قبل التعديل بموجب المرسوم بقانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10,000 دينار، بينما جاء في مواد المرسوم بقانون
بعد التعديل يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5000 دينار. التفاوت بين الغرامتين 10,000 و5,000 في التقرير اللجنة 5,000 والمرسوم قبل التعديل 10,000، هذه فرق. هل هذه المخالفات إدارية أو جنائية أو أخلاقية؟ بالنسبة للغرامة قبل التعديل اللي هي 10,000 دينار بينما جاء في تقرير اللجنة 5,000 دينار، هل هذا يتناسب مع حجم المخالفة التي قام بها صاحب المنشأة؟ مجرد استفسار عن اختلاف الغرامة قبل وبعد المرسومين، وأتمنى التطور المستمر في مجال السياحة في مملكة البحرين، وشكرا معالي الرئيس. شكرا جزيلا الدكتور هاني السعاتي، تفضل. شكرا معالي سيد الرئيس. أود طبعا أشكر رئيس وأعضاء لجنة الخدمات، وأشكر أخ المقرر على طبعا التقرير يعني الوجيز بخصوص السياحة. وأيضا أرحب بسعادة الوزيرة فاطمة بن جعفر صيرفي ومنتسبي وزارة السياحة وهيئة السياحة والمعارض. طبعا بلا شك قطاع السياحة يعتبر من القطاعات الهامة ولها روافد اقتصادية هامة، وهذا طبعا لمسناه في الآونة الأخيرة طبعا في المعارض اللي قامت تحدث في البحرين، وهذه بتوجيه جلالة الملك حفظه الله ورعاه ومتابعة سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء. أنا طبعاً أود أن أسلط الضوء على نقطة مهمة عن موضوع جزر أو جزيرة حوار، وينكم عنها؟ طبعاً لما نتكلم عن مساحة مملكة البحرين نتكلم عن 760 كيلومتر مربع، ولما نسلط الضوء على جزيرة حوار هي طبعاً 52 كيلومتر مربع. خلينا نشوف جزيرة أخرى من جزر البحرين اللي تكون مقاربة لهذه، طبعاً تعتبر من الجزر الكبيرة، جزيرة سترة 22.5 كيلومتر مربع، أي أن جزيرة حوار أكثر من ضعف جزيرة سترة. جزيرة حوار معالي السيد الرئيس لها طبعا طبيعة فطرية خاصة ونود الحفاظ عليه، ولكن في نفس الوقت احنا نشوف أن ممكن نعمل فيها طبعا منتجعات سياحية صديقة للبيئة تحافظ على الحياة الفطرية الموجودة، وأيضا نصنع من هذه الجزيرة منطقة تجارية حرة، يعني يكون فيها أوتلت وغيره ما تخضع لجهاز الوطني للإيرادات أو الفات. يعني إحنا ممكن إحنا نستثمر أيضا تصل لدرجة إن إحنا ممكن نعمل من هذه الجزيرة طبعا بخصوص الفيز الدخول لهذه الجزيرة ممكن لا تخضع مثل اشتراطات التنظيمية لفيز الدخول لمملكة البحرين. يعني احنا اعتقد يجب علينا ان نستفيد من وجود هذه الجزيرة اللي تبعد 26 كيلومتر طبعا من جزيرة البحرين الكبيرة. فارجو طبعا يعني احب الفت انتباه سعادة الوزيرة والاخوة المنتسبي وزارة السياحة نظر في هذا الموضوع، لان هذا الموضوع جدا مهم وله استثمارات كبيرة في المستقبل ان شاء الله. شكرا معالي السيد. مشكور. يسرني باسمكم جميعا أن أرحب ببناتنا الطالبات من مدرسة سمو الشيخة موزة بنت حمد الشاملة للبنات ومعلماتهن الفاضلات، وأن نعبر لهن عن سعادتنا بزيارتهن إلى مجلس الشورى للتعرف على سير العملية التشريعية والتعرف على آليات عمل واختصاصات مجلس الشورى بما يعزز الوعي والمعرفة لديهن بالمسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين. كما يطيب لنا الإشادة بجهود إدارة المدرسة في
في غرس قيم الولاء والانتماء لدى الطالبات وإطلاعهن على المنجزات التشريعية مع خالص تمنياتنا لهن ولكل أبنائنا وبناتنا من الشباب البحريني الواعد بالتوفيق والنجاح فيما يصبون إليه لخير وصالح الوطن. فأهلا وسهلا بكنا في مجلس الشورى، حياكم الله. الحقيقة أخوان، قبل أن أعطي طالبي الكلام، الحقيقة قد فاتني أن أرحب باسمكم، لأن أنا يعني هنيت الأخ علي الرميحي على حصوله على شهادة الدكتوراه، وهو الحقيقة قبل أن يحصل عليها كان هو أيضا دكتور يعني يستحق هذه الشهادة عن جدارة. والحقيقة اللي لفت انتباهي دائما أبو مبارك دائما ما يخلينا يعني نغفل، فمشكول مبارك على هذه اللفتة. أنا يعني باسمكم جميعا أهني الأخ علي على حصول على هذه الشهادة. تبي نسميك دكتور ولا أبو محمد؟ على كل مبروك، وإن شاء الله من هذا الأكثر، ونتمنى لك دائما كل التوفيق والنجاح فيما تسعى إليه. فشكرا جزيلا. نواصل إعطاء الأخوة طالبي الكلام. الأخ جمال فخرو، تفضل. شكرا سيد الرئيس. في الحقيقة أود أيضا أن توجه بالشكر للزملاء في هيئة السياحة على التعديلات التي أتت في المرسوم. في الحقيقة التدرج في الجزاءات قرار حكيم ومهم، وراح يفيد القطاع السياحي أكثر من النص السابق. أنا في الحقيقة عندي ملاحظتين سيد الرئيس. الأولى في الحقيقة متعلقة بالمادة 4 جيم، بس أتمنى في الحقيقة من الأخوان والأخوات في السياحة يعني عدم المبالغة في نشر المخالفات. هذا قطاع حساس ومهم. نحن نجد في دول أخرى كثيرة حوالينا إذا وجدت مخالفات قد تكون بسيطة أو معتدلة، لا يتم النشر حتى لا يتم الإساءة للسوق نفسه. سوق حساس، وبالتالي أتمنى في الحقيقة من الأخوان كما عهدنا منهم في السابق أن إحنا هذه المادة لا تشجعهم على نشر المخالفات بقدر ما هي بإمكانهم التراسل مباشرة مع أصحاب المخالفة، ومن ثم إذا تكررت العملية طبعا النشر وإلى آخره. لكن هذا قطاع حساس، أتمنى يعني عدم استخدام هذه المادة بشكل منتظم. بالنسبة للمادة سيد الرئيس، مادة 11 المكررة، أعتقد هناك في خطأ يعني يحتاج أن احنا نثبته في هذه الجلسة حتى لا يساء فهمه. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5000 دينار ولا تجاوز 50000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام مادتين 2 و3 من هذا القانون أو القرارات المنفذة لأحكامه. لأحكامه ترجع إلى القانون ولا ترجع لمادتين 2 و3. نأتي في آخر عجز المادة، ويجوز في كل ما سبق في غير حالة العود التصالح أمام الهيئة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 2 و3 من هذا القانون أو القرارات المنفذة لأحكامها. فالعجز المادة نسب المادة إلى المادتين 2 و3 فقط، بينما في صدر المادة تحدث عن القرارات المنفذة بالكامل ولم يشير إلى 2 و3. ونتمنى بالحقيقة نأخذ رأي هذا المجلس بأن المقصود بالقرارات هي القرارات المنفذة للمادتين 2 و3 وليس القانون بأكمله. شكرا سيد الرئيس. شكرا جزيلا دكتور بسام بن محمد. شكرا معالي الرئيس. طبعا أنا من المؤيدين أيضا للمرسوم بقانون وأشيد فيه. طبعا مر القطاع السياحي بتطورات واسعة في السنين الماضية، ولكن كان مقيد بالتشريعات السابقة، ما كان يواكب الأهداف المرجوة والتطلعات في هذا القطاع. لذلك صدور المرسوم بقانون اليوم راح يكون نقلة نوعية في قطاع السياحة،
بالتالي أنه أيضا يمنع حدوث أي تجاوزات ممكن تكون أو يقلل من أثرها ويساعد على التعامل معها. هذا بالذات ما حصل في التعامل بالتدرج في العقوبات والغرامات، وأولا ابتداء بتحديدها، تحديد شنو هي الأمور اللي تترتب عليها غرامات وجزاءات إدارية قبل ما تكون جنائية، لأن هذا القطاع معالي الرئيس يمس سمعة ومكانة مملكة البحرين، فبالتالي من الضروري إعطاء الوزارة والهيئة أيضا الصلاحيات والقدرة على التدخل بشكل سريع للتعامل مع أي تجاوزات ممكنة أو تحصل لتقليل من أي أثر. الأمر الآخر معالي الرئيس هو الحاجة لتحديث القانون لتنمية مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد الوطني، وأنا هني معالي الرئيس ودي أعرف من الوزارة شنو النسبة المستهدفة أو المتوقعة من مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد الوطني وأيضا في ميزانية الدولة بعد إصدار المرسوم بقانون. شكرا معالي الرئيس. دكتور أحمد العريض، تفضل. شكرا سيد الرئيس. أنا أتفق تماما مع التغييرات والمرسوم والتغييرات فيه. نشكر سعادة الوزيرة لوجودها معنا، وأتفق تماما مع ما أثاره الأستاذ جمال بالنسبة إلى أن نكون حذرين بالنسبة إلى نشر بعض الأشياء، خصوصا في الأخطاء الطبية لو في قضية السياحة العلاجية، لأن سيؤثر هذا علينا. لا أتفق مع ما أثاره زميلي فؤاد بالنسبة إلى أن نكون نشر كل ما نسمع عنه، في لأن الصحافة لها عدة يعني سلبيات في نشر خصوصا في السياحة العلاجية. عندنا كثير من المراكز حاليا والمستشفيات الخاصة فيها من أفضل الأطباء، والخطأ موجود، الأطباء يمارسون عملهم والخطأ موجود من قبل هؤلاء الأطباء. لدينا وحدة القلب أحسن وحدة في الخليج، ويحصل أخطاء، بس لا يجب أن يكون هناك في وزارة الصحة جهاز إذا كانت سياحة علاجية تتوجه إلى هذا الجهة، ونسكون مع وزارة الصحة في التحقيق في كل حاجة. فأرجو من وزيرة الصحة وزيرة السياحة أن تنسق في الإعلان عن هذه المواضيع. وشكرا سيد الرئيس. سعادة الوزيرة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة، تفضلي. شكرا معالي الرئيس، وأشكر أصحاب السعادة على الملاحظات القيمة وعلى مناقشة تعديل القانون اللي ترون أمامكم اليوم، اللي فعلا راح يسد ثغرة موجودة في القانون السابق. إذا تسمح لي معالي الرئيس في الرد على بعض الاستفسارات من أصحاب السعادة. طبعا بالنسبة لإصدار القرارات، إصدار القرار يأتي من الرئيس التنفيذي في تعديل القانون الحالي، وأما بالنسبة إلى التظلم يكون أمام الوزير المختص. فالقانون اللي تعديل القانون الذي ترونه أمامكم اليوم هو أتى لسد ثغرة اللي فيها التدرج في الجزاءات الإدارية، وتعطي مرونة أكثر للقطاع السياحي. أما بالنسبة إلى الغرامات المادية، السؤال اللي تفضلت فيه الأستاذة دلال الزايد بالنسبة حق 200 دينار، طبعا أن هناك أيضا تدرج بما هو لا يتجاوز 200 دينار. أما بالنسبة إلى الجزاءات الجنائية، طبعا هو ممكن تطبيقها مع الجزاءات الإدارية. بالنسبة أيضا إلى سؤال الموجه بخصوص مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي، إحنا طبعا أعلننا عن مؤشرات أداء واضحة في الاستراتيجية اللي تمتد من 2022 إلى 2026، والهدف اللي وضعناه هو الوصول إلى مساهمة القطاع السياحي بنسبة 11.4% في الناتج المحلي الإجمالي ببلوغ عام 2026. أما بالنسبة إلى التعديلات الجديدة، بس حبيت أني أوضح أن هذه التعديلات تحديد
جديدا تعطينا الحق ان الحق في عدم النشر، وطبعا هذه ايضا يعطي المستثمرين في القطاع السياحي المرونة اكبر في ان هم يشوفون شنو المشاريع السياحية اللي هم ممكن يستثمرون فيها، وأيضا تعطيهم الأريحية إن هذا القطاع فعلا راح يكون قطاع مرن. وأتوقع أن فعلا تعديل القانون راح يساهم بشكل كبير في استقطاب المستثمرين في القطاع السياحي. شكرا معالي الرئيس. أولا باسمنا جميعا نرحب بالأخت سعادة الوزيرة، وطبعا أنا يعني ما أقول شيء خاصا بي، وإنما الجميع شاد بجهود وزارة السياحة وعلى رأسها سعادة الوزيرة وأيضا هيئة السياحة. والحمد لله يعني انتقلت السياحة نقلة نوعية في خلال فترة وجودها على رأس هذه الوزارة، ولما فصلت الوزارة وزارة السياحة بشكل مستقل، فنظرا لاهتمام القيادة الرشيدة بهذا القطاع الحيوي الهام، الحقيقة يعني بالرغم من كل الجهود الأرقام طبعا هي أكبر دليل على تطور العمل السياحي. ولكن أقول يعني الأخوة في السياحة وإحنا جميعا يعني محظوظين أن مجتمع البحرين مجتمع حاضن للسياحة بطبيعته، بأخلاقه، بكرمه، بضيافته إلى الجميع، وخاصة إذا كانوا يعني أخوة أشقاء من الدول المجاورة. وهذه الحقيقة يمكن العنصر الأهم أنا أعتقد في ترويج السياحة وفي زيارة الكثير، مثل ما إحنا أيضا تافوا ونسمع من الآخرين لما يأتوا إلى البحرين تهفو قلوبهم دائما أن يأتوا إلى البحرين لأيضا ليس للمشاهدة، طبعا أشياء كثيرة موجودة عندنا موجودة عندهم، ولكن للاجتماع مع الشعب الطيب، أبناء البحرين الطيبين اللي فعلا يحترمون الغريب ويحترمون كل من يطئ أرض هذه الأرض الطيبة. فاحنا نشكر يعني باسمي واسمكم جميعا الاخت وزيره السياحه والاخوه ايضا في هيئه السياحه، وانا اعتقد هذا المرسوم بيعطيهم ان شاء الله يعني الدفع الى الامام في ان فعلا ان تتميز سياحتنا بان تكون بقدر الامكان محكومه بنظم وقوانين وانظمه، بحيث أن هي تبقى بيضاء ناصعة إن شاء الله تحافظ على سمحة هذا البلد الطيب. طيب اقرأ التوصية من فضلك مرة أخرى. توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة. الموافقون على توصية اللجنة؟ أغلبية موافقة. والآن أخذ الرأي النهائي، تفضلي. سعادة الدكتورة ابتسام الدلال، سعادة سيدة جلال ببشيت، سعادة سيد حمد النعيمي، سعادة سيد خالد المسقطي، سعادة السيدة دلال الزايد، سعادة السيد رضا فرج، سعادة السيدة سبيكة الفضالة، سعادة السيد صادق الرحمة، سعادة السيد طارق الصفار، سعادة السيد طلال المناعي، سعادة السيد عبد الرحمن جمشير، سعادة الدكتور عبد العزيز أبل، سعادة الدكتور عبد العزيز العجمان، سعادة السيد عبد الله النعيمي، سعادة الدكتور محمد علي حسن، سعادة الدكتور محمد علي الخزاعي، سعادة السيدة ناسي خضوري، سعادة السيدة هالة رمزي، سعادة الدكتور هاني الساعاتي، سعادة السيد هشام القصاب،
ومعالي السيد علي الصالح. موافق. إذا موافقون على توصية اللجنة. أغلبية موافقة. وبهذا يعني ينتهي مناقشة هذا المرسوم المهم. ونشكر الوزيرة مرة أخرى والمرافقين حضورهم اليوم هذه الجلسة. وإن شاء الله نراك في جلسة قادمة وإنجازات أخرى متطورة في هذا القطاع الحيوي. شكرا جزيلا. أخ جمال. البند التالي جدول الأعمال هو تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بالتعديل مادة 1 بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976 في شأن الإسكان المعد بناء الاقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب الموقر. أرجو من قرر اللجنة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي الرئيس، أرجو تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة. هل موافقون على تثبيت التقرير في المضبطة؟ أغلبية موافقة. تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة رقم 1 من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976 ميلادي في شأن الإسكان المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الذي يهدف إلى إعمال حكم الفقرة واو من المادة 9 من الدستور التي تنص على أنه تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين، وذلك بتحديد الخدمات الإسكانية التي تقدمها وزارة الإسكان لذوي الدخل المحدود بشكل أكثر وضوحاً، وإعطاء صلاحية إلى وزير الإسكان في إضافة خدمات أخرى لتوفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين. يتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، تناولت المادة الأولى منه استبدال نص المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976 في شأن الإسكان، بحيث تتولى وزارة الإسكان توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين من خلال تقديم الخدمات الإسكانية الآتية: الحصول على مسكن عن طريق التمليك أو التأجير وتمويل شراء أو بناء أو ترميم مسكن، والحصول على قسيمة سكنية، ولوزير الإسكان إضافة أي خدمات أخرى تهدف إلى توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين. بينما جاءت المادة الثانية تنفيذية. اطلعت اللجنة على مواد مشروع القانون وعلى قرار مجلس النواب الموقر ومرفقاته الذي انتهى إلى الموافقة على مشروع القانون، وعلى ملاحظات وزارة الإسكان، كما اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، والذي جاء مؤكداً سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. وبعد تداول وتبادل وجهات النظر بشأنه بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والاستئناس برأي المستشارين القانونيين للجنة، فقد انتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون المعروض اتفاقا مع قرار مجلس النواب الموقر للأسباب الآتية: أولا، تنص الفقرة واو من المادة 9 من دستور مملكة البحرين على أنه تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين، كما تنص المادة 31 من الدستور على أنه لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناء عليه، ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية.
ومفاد ذلك أنه من حق المشرع أن يتدخل لتعديل نص المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976 في شأن الإسكان، باعتبار أن ذلك يتمثل في المفاضلة التي يجريها بين البدائل المختلفة التي تتصل بالموضوع محل التنظيم، موازنا بينهما ومرجحا لما يراه أنسبها لمضمونها وأجدرها بتحديد مصالح الجماعة، واختيار أصلحها ملائمة للوفاء بمتطلباتها في خصوص الموضوع الذي يتناوله التنظيم. ثانيا، جاء مشروع القانون بهدف توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين لتحقيق غايات دستور مملكة البحرين فيما اقتضته الفقرة واو من المادة 9 من الدستور من توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين، كما أنه أضاف خدمة إسكانية جديدة وهي الحصول على القسائم السكنية، فضلا عن أنه أجاز لوزير الإسكان إضافة أي خدمات إسكانية أخرى تواكب التطور وتحقق تطلعات هذه الفئة الأكثر احتياجا في المجتمع. ثالثا، إن الدستور والقانون لم يعرف ذوي الدخل المحدود، وهو ما يعطي الوزارة المرونة الكافية لتحديد دخل كل من ذوي الدخل المحدود حسب طبيعة الخدمة الإسكانية التي تقدمها الوزارة وتقدير هذا الدخل على ضوء ما تراه لجنة هيكلة الدعم حسب مستويات الأسعار والظروف الاجتماعية والاقتصادية. رابعاً، أن النص الوارد في مشروع القانون يعطي المرونة الكافية لوزير الإسكان لتنويع الخدمات الإسكانية التي قد تتخذ أشكالاً مختلفة لتوفير السكن المناسب بما يتلائم مع ذوي الدخل المحدود من المواطنين، سواء كان ذلك عن طريق التمليك أو التأجير أو تمويل شراء أو بناء أو ترميم مسكن أو الحصول على قسيمة سكنية، وكذلك يعطي الوزارة صلاحية إضافية باستحداث خدمات إسكانية جديدة بقرارات وزارية من خلال البرامج الإسكانية التي تقدمها، واختيار سبل توفير هذه الخدمات والبرامج الإسكانية الجديدة التي ترقى لتطلعات وآمال المواطنين وتسهم في حلحلة الملف الإسكاني للوصول إلى خدمات فورية دون قوائم انتظار. خامساً، إن مشروع القانون المعروض جاء لتوسيع مفهوم ونطاق الخدمات الإسكانية التي تقدمها وزارة الإسكان تأكيداً لدورها الاجتماعي المتمثل في توفير السكن الملائم لذوي الدخل المحدود، بدلاً من قصرها فقط على توزيع الوحدات التي تقوم بإنشائها عن طريق التمليك أو التأجير أو الإقراض. سادساً، أن نظام القسيمة السكنية وأداه قيام الوزارة بتخصيص قطع أرض للمنتفع إذا ما توافرت فيه الشروط المتطلبة قانوناً على أن يلتزم بالبناء عليها ثم السكن في المبنى مع أسرته، وعدم جواز التصرف في القسيمة أو المبنى بأي تصرف ناقل للملكية إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة. ومن حيث أن مشروع القانون المعروض جاء متفقاً وأحكام الدستور والقانون، لذلك فإن اللجنة توصي بالموافقة عليه اتفاقاً مع قرار مجلس النواب الموقر. شكراً جزيلاً لك دكتور حمد علي، تفضل. شكراً معالي الرئيس. في البداية نود زملائي في لجنة المرافق العامة والبيئة وأنا أن أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة الأخت آمنة الرميحي وزيرة الإسكان على جهودها وتعاونها المستمر والمثمر مع اللجنة وعلى الخدمات الإسكانية التي تتطور باستمرار وسرعة الإنجاز. في الواقع كما ذكرت الأخت المقررة أن التعديلات الموجودة في هذا المشروع بقانون صغيرة جدا، وهي 3: إضافة تعريف لذوي الدخل المحدود وهو اتساقا مع الدستور من غير تعريف، أيضا لم يلجأ المشروع القانون لتعريف ذوي الدخل المحدود باعتبار أن هذا الأمر مختلف ومتغير وأيضا يتغير وفقا للخدمة الإسكانية. الأمر الآخر هو موضوع قسيمة سكنية، هذه الخدمة كانت موجودة سابقا لدى وزارة الإسكان، الآن مشروع القانون أضافها بالنص. والأمر الآخر هو إضافة حرية لوزير الإسكان أن يضيف أي خدمات أخرى يراها مناسبة تقدم الخدمات الإسكانية للمواطنين.
أنا أعتقد هذه المقترحات بالتعديل هي مهمة جدا، وإحنا نشكر مجلس النواب الموقر على تقديم هذا المقترح، لذا هذا المشروع بقانون معروض أمامكم للموافقة عليه. شكرا معالي الرئيس. شكرا جزيلا. الأخ دلال زايد فضلي. شكرا معالي الرئيس، والشكر أيضا موصول إلى الدكتور محمد علي وأعضاء اللجنة على تقريرهم والمقررة على ما التقرير الوافي حقيقة في بيان أسبابه، ولن أتطرق إلى مضمون المرسوم باعتبار أن بيانه واضح كما أسلفت المقررة في بيانه. الشكر الأوجب يعني هي الذي نتقدم فيه إلى الحكومة الموقرة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على الجهود المبذولة والتي تم فعلا السرعة في بعض الأمور التي لم نشهدها سابقا، التنوع في الخدمات. نشكر وزيرة الإسكان وجميع منتسبي وزارة الإسكان على جهودهم الوطنية المخلصة في التعامل مع هذا الملف الذي يعتبر في كافة الدول التي تقدم مثل هذه الخدمات هو أمر يعني لا يسهل التعامل معه، نظرا لارتباطه بتزايد الأعداد بحسب الطبيعة البشرية والازدياد في النمو السكاني، وأيضا في ذات الوقت الارتباط في الميزانية العامة للدولة وارتفاع الأسعار، ولكن الحكومة استطاعت أن توائم وأن يتم فعلا الأخذ بهذا الأمر. اللي بتكلم أيضا عنه أشكر أيضا الأخوان في مجلس النواب على هذا الاقتراح الذي توافقت معه الحكومة، ونؤكد على أمر جدا هام إن حتى في اقتراح النواب في هذا الجانب هو عبر عن ثقته في الحكومة في كيفية أن تتعامل مع هذا الملف المرتبط بالإسكان وإعطاء هذا التفويض التشريعي بالمساحة المقررة بموجب المرسوم القانون، لثقتهم بأن التعامل سيتم فعلا إدراج خدمات أخرى يتم فيها تلبية حاجات المواطنين وتحسين الأوضاع فيما يتعلق في التعاون معهم. ما نشهده أيضا من حماية سائر المنتفعين من الخدمة الإسكانية وليست قاصرة على صاحب الطلب فقط، هذه أيضا وزارة الإسكان نشيد بدورها في هذا الجانب، لأن فعلا حتى في مجال القضاء واتخاذ الإجراءات الإدارية التي تمت بأنها منعت كثير من الطلبات التي قدمت لكي يتم التصرف في حقوق الملكية، ولكنها وقفت ضد السماح لصاحب الحق في التصرف طالما كان هناك بعض من أفراد الأسرة لهم ارتباط مباشر في حقهم الدستوري في الحصول على هذا المسكن الذي منح له بصفته رب الأسرة، ولكن ليس بمنح مطلق دون مراعاة سائر الأمور، خاصة إذا كان من يخالط ويسكن مع المستفيدين من كبار السن الذين كان لوزارة الإسكان موقفها المشرف في حماية كبار السن الذين يقطنون بعدم التصرف في هذه الملكية وتركهم يعيشون الحياة الكريمة الملائمة. طبعا احنا مع ان يتم الان مع هذا المرسوم ان تتخذ وزارة الإسكان بما يمكن ويسهل على الافراد من الانتفاع والحصول على الخدمات الإسكانية المقررة، إضافة خاصة في ميزة التأجير. احنا يعني صدرت العديد من القرارات ايضا التي ساندت ودعمت بعض الفئات من النساء سواء بجهود طبعا مشتركة مع المجلس الأعلى للمرأة فيما يتعلق في الأرامل والمهجورات والعزباء، وللأمانة أن مثل هذه النظم لم نرى لها مثيل في التسهيل عليهم في الحصول على الخدمة التأجير، خاصة عندما يكون تقدم بها العمر وليس لها عائل آخر وهي من تعول نفسها وفي ظروف معينة. هذه هي مكنون الحياة الكريمة بأن يتم إصدار تلك القرارات المساندة، ولذلك إحنا نتشاطر مع الأخوان في مجلس النواب في هذه الثقة التي نوليها للحكومة وكيفية التعامل مع هذا الملف الهام. وطبعا أنا أتوافق مع أو انتهت إليه اللجنة من توصية في هذا التقرير. شكرا معك. شكرا جزيلا. دكتورة جهر الفاضل. شكرا معالي الرئيس، وكل الشكر للأخت المقررة وللجنة على هذا التقرير. بداية لابد من التأكيد على أن الملف الإسكاني يحظى باهتمام مشترك بين السلطتين،
ولن يألو فريق البحرين الكبير من دعم أي تشريع يسهم في حصول الأسرة البحرينية على بيت العمر. طبعا هذا التعديل يعتبر تفويض تشريعي للأخت العزيزة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني من أجل إعطاء مرونة أكبر في اتخاذ إجراءات تسهم في توفير السكن الملائم للأسرة البحرينية. طبعا إذا تسمحوا لي عندي استفسارين لسعادة الوزيرة. الأول يرتبط بأمر سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالأمر لوزارة الإسكان اللي صدر قبل شهر تقريبا بالتكفل بدفع رسوم التسجيل العقاري نيابة عن المواطنين المستفيدين من خدمات برنامج تسهيل عبر البنوك الممولة. استفساري ما هي خطة الوزارة لتثبيت ميزانية التكفل بدفع هذه الرسوم في الميزانية العامة؟ النقطة الأخرى معالي الرئيس، طبعا لا يمكن أن ننسى جهود صاحبة السمو الملكي الأميرة سيفي شفت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم في العمل على تحقيق الاستقرار الأسري، وسموها باركت إطلاق المرحلة الثانية من برنامج مساكن في مدينة شرق الحد، ويعني بعد نجاح تجربة مساكن الأولى والتي كانت في منطقة اللوزي. استفساري الثاني للأخت الوزيرة، هل يمكن للمستفيدات من برنامج مساكن واللي هو طبعا تأجير لهم المسكن، هل يمكن لهم تقديم طلب بالحصول على بيت من خلال البرامج الإسكانية الجديدة الأخرى؟ وشكرا، طبعا انا اكيد من الموافقين على قرار او توصيه اللجنه. شكرا معالي الرئيس. شكرا جزيلا. الاخ عبد الله جمع الكعبي. شكرا معالي الرئيس. بدايه نرحب بسعاده وزيره الاسكان والتخطيط العمراني بالحضور والفريق المرافق في هذا اليوم بمجلس الشورى. حقيقه نحن نثمن ما تقوم به الوزاره من خدمات إسكانية لكافة المواطنين عامة، وإذا بالدخل المحدود خاصة، إذ أنها توفر من وحدات سكنية وقسائم وقروض بناء وترميم، وكذلك الشقق سواء تمليك أو الإيجار. بالنسبة للقسائم السكنية، توفر الوزارة للمواطنين قسيمة سكنية على أن يقوم ببنائها وأن يسكن فيها هو وعائلته خلال فترة معينة، وبناء على ما تقدم. أطلب من مجلسكم الكريم الموافقة على رأي اللجنة، وشكرا معالي الرئيس. شكرا جزيلا. الأخ عبد الله العين تفضل. شكرا معالي الرئيس. بس أنا حبيت أأكد طبعا الشكر لوزارة الإسكان على جهوده، والشكر للجنة المرافق. اللي حبيت أأكد على ما ورد في القرار وتوصية الحكومة، وهو أن يكون وهو أن تتولى وزارة الإسكان عن طريق البرامج الإسكانية التي تقدمها لتوفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين. هذه أحب أكد عليها على أساس أنها ما تستقل من قبل الفئات الأخرى. الحكومة كانت حريصة عليها، وإحنا لجنتنا بعد أكدت عليها، وأجازت للوزيرة كذلك الاسترسال في الخدمة الإسكانية. فهذه اللي حبيت أقوله. شكرا. شكرا جزيلا. الأخ فؤاد الحاج تفضل. شكرا سيد الرئيس، والشكر موصول إلى مجلس النواب الموقر على هذا الاقتراح القانون إلى وزيرة الإسكان. سيد الرئيس، الشكر والعرفان والامتنان واجب إلى المقام السامي لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظ الله وراءه، ولا أنا وبعض الأعضاء ومنهم أنت سيد الرئيس في كل دور افتتاح خلال 22 سنة
كل دور افتتاح لفصل تشريعي أو دور انعقاد يعني نرى ونسمع اهتمام جلالة الملك بهذه الفئة من الناس المتوسطة وما دون المتوسطة ودائما ومحدودي الدخل ودائما في الخطبة السامية لجلالته يوجه السلطة التشريعية إلى سن التشريعات والقوانين التي تحفظ وتحفي هذه الشريحة من المجتمع. والحمد لله خلال 20 سنة شفنا المشاريع الإسكانية يعني الشكر للوزيرة واللي سبقوها من الوزراء من قبل اللي ما قصروا في هذا الملف. يعني خلال 22 سنة شفنا الطفرة اللي صارت بالنسبة إلى المشاريع الإسكانية والبيوت التي خصصت والوحدات الإسكانية التي خصصت ما يتلائم مع العيش الكريم للأسرة البحرينية الكريمة. سيد الرئيس هذا كله لاحظنا وخصوصا قبل يمكن سنوات قليلة متأطلق سيدي جلالة الملك مشروع 40,000 وحدة ونفذه صاحب السمو الملكي ولي العهد حفظه الله وحكومة جلالة الملك قاموا بتنفيذه على أكمل وخير وجه. فالحمد لله اليوم احنا ننعم منظومة تشريعية وقانونية تحفظ للأسرة البحرينية كل مقومات السكن الكريم والعيش الكريم وكله بفضل من الله ومن ورعاية سيدي جلالة الملك. شكرا سيدي. شكرا جزيلا. آخر المتحدثين خالد وسط تفضل. شكرا معالي الرئيس. طبعا ليس لدي ما أضيفه على ما جاء به الأخوة والأخوات أعضاء المجلس إلا أني طبعا في الوقت اللي أتفق فيه تماما مع توصية اللجنة فيما جاءت به بالموافقة على هذا المرسوم إلا أني مع الرئيس وجدت نفسي يعني كلمة شكر واجبة لسعارة الأخت وزيرة الإسكان يعني على ما أخذت من يوم ما استلمت حكيمة هذه الوزارة وجاءت به من حلول إسكانية وفرت السكن الملائم لمن هم مستحقين هذه الخدمات الإسكانية. وأعتب علي الرئيس اليوم يعني يسعدني أن أشوف أن هذه الوزارة والأخت الوزيرة اليوم حظت يعني بود وثناء وشكر كل أعضاء السلطة التشريعية. وأعتب علي الرئيس من جانب نحن أيضا نثني على هذا الجهد طبعا بالنسبة للوزيرة كوزيرة الوزارة وأيضا القائمين على هذه الوزارة من وكيل الوزارة والأخوة والأخوات أعضاء الإدارة التنفيذية في الوزارة. شكرا معالي الرئيس. شكرا. قبل أن أعطي الكلمة للأخت وزيرة الإسكان أحب أن يسرنا باسمكم جميعا أن نرحب بأبنائنا وبناتنا الطلبة من مدرسة ابن خلدون الوطنية ونعبر لهم عن سعادتنا بزيارتهم إلى مجلس الشورى بما يعكس الاهتمام بالتعرف على السير العملية التشريعية وزيارة الوعي بآليات العمل واختصاصات في مجلس الشورى، كما نشيد بحرص إدارة المدرسة على تقديم برامج تربوية وتعليمية متقدمة للطلبة وتنشئتهم وفق ركائز وأسس تمكنهم من العطاء وبناء مستقبل زاهر لمملكة البحرين ومواصلة مسيرة النماء والازدهار في كل المجالات الوطنية. فأهلا وسهلا بكم في مجلس الشورى. لخط وزارة الإسكان تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سعادة رئيس الجلسة الموقر وأشكر صراحة جميع الأعضاء الموقرين على مداخلاتكم وطبعا دكتور محمد علي مشكور على ترأسك لاجتماعاتنا في لجنة المرافق العامة والبيئة. بالفعل كانت كلها مناقشات مثمرة تعطينا احنا بعد كذلك منظور
للنظر في كيفية تطوير برامجنا على نحو مستمر إن شاء الله. طبعا بس حبيت الله يحفظكم أن يمكن أتوسع في بعض الأمور اللي تطرقتوا فيها اليوم في مداخلاتكم. طبعا إحنا وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بدأت من 2015 في وضع البرامج اللي ممكن تسرع من حصول المواطنين على السكن الملائم والمناسب لهم بأسرع وقت ممكن، لأن مثل ما شفنا يمكن وأثبتت الدراسات والتجارب أن الحلولنا التقليدية ما عادت تلبي تطلعات المواطنين، ما عادت موجودة بالسرعة اللي هما يتطلعون لها. واللي طبعا أكيد إحنا كل هذه البرامج اللي إحنا نقدمها دائما خطتنا أننا نحفظ كرامة المواطن ونحاول قد ما نقدر بأسرع وقت ممكن نلبي له تطلعاته ونلبي له احتياجاته من ناحية الإسكانية. فالحمد لله رب العالمين، إحنا طبعا من العام الماضي وضعنا خطة استراتيجية متكاملة للأربع سنوات القادمة. خطتنا الاستراتيجية تعتمد على ثلاث محاور. المحور الأولي هو إطلاق برامج تمويلات تكون سريعة متنوعة تناسب بحسب متطلبات الأفراد. كذلك الله يسلمكم حطينا خطط تفصيلية شلون إحنا نطور علاقاتنا ونمتنها مع القطاع الخاص بحيث أنه بعد يساعدنا في تلبية هذه الاحتياجات، والحمد لله تم ذلك من خلال برامج حقوق تطوير الأراضي. بالإضافة إلى عملنا وهو المحور الثالث أن احنا نستمر في عملنا في بناء مدننا واستكمال مدننا الإسكانية الخمسة اللي اليوم موجودة، والحمد لله كثير منها تم الانتقال لها بالفعل، وكذلك احنا إن شاء الله نطمح بأن احنا نكمل برامجنا الإسكانية فيها. ولله الحمد طبعا برامجنا التمويلية لقت إقبال جدا كبير، والحمد لله اليوم برنامج تسهيل وهو أحد البرامج الحديثة اللي تم إطلاقها العام الماضي اللي قاعد يلقى إقبال يعني متسارع، وكثير من المواطنين استفادوا منه، وبالأخص المواطنين اليوم موجودين على قوام الانتظار أكثر من 80% مستفيدين منه. فهاي دل على سهولة وتنوع ومرونة هذه الخدمات التمويلية اليوم نقدمها، وكثير الحمد لله اليوم استفادوا منها، وإن شاء الله بإذن الله القوائم في تسارع وقاعدة تزيد، والحمد لله اليوم طاقمنا الإداري مستعد على لتلبية هذه الطلبات بأسرع وقت ممكن في فترات ما تتجاوز الأشهر. طبعا الحمد لله اليوم مثل ما ذكرت الدكتورة جهاد بخصوص أن تنفيذ أوامر سيدي سمو عهد رئيس مجلس الوزراء بتكفل الحكومة برسوم التسجيل العقاري، وطبعا هذه العملية تسهم في المعاملة العادلة ما بين المواطنين اللي بياخذون قروضهم من البنوك التمويلية اللي عندنا اللي احنا موقعين معاها تقريبا 8 بنوك، بالإضافة إلى المواطنين اللي كذلك حصلوا قروضهم من بنك الإسكان، الحين صارت المعاملة متعادلة ما بينهم. فهذه الله يسلمكم طبعا صار في تنسيق جدا كبير ما بين كل الجهات المعنية، والحمد لله الأمور بدأت تاخذ مجراها الطبيعي وبدأت تاخذ إجراءاتها اللي احنا متفقين عليها، وإن شاء الله بإذن الله بيتم بتشوفون أثرها إن شاء الله في القريب العاجل. كذلك عندنا طبعا برامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، وهو البرنامج اللي بالفعل يتميز في العلاقة مع القطاع الخاص واللي أثبت جدواه من خلال أول برنامج لحقوق تطوير الأراضي، هو برنامج أو مشروع سهيل في منطقة اللوزي اللي الحمد لله خلال 10 أيام فقط تم حجز 93% من المشروع، فإندل على شيء كذلك يدل على جودة البناء اللي يتم تقريبها من قطاع الخاص، كذلك الجودة العالية للتصميم اللي تميز فيها هذا المشروع، والحمد لله أقبال المواطنين لأنها صارت الحين بأسعار مناسبة، يعني هذه البيوت ما تتعدى 99,000 دينار. وكذلك اليوم احنا وقعنا بعد مع إحدى الشركات العقارية اللي الحمد لله قاعد يبين أثرها في القطاع العقاري، وبتبني إن شاء الله 131 بيت في مدينة سلمان ما بتتجاوز وحدات سعر الوحدة السكنية عن 98,000 دينار، وبتكون بجودة جدا عالية وإن شاء الله بتلبي تطلعات العوائل البحرينية. فإحنا اليوم بالفعل قاعد نشوف تجاوب جدا كبير من القطاع الخاص في مساعدتنا على توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين بالمرونة العالية هذه اللي احنا نتطلع لها وبالسرعة اللازمة. فهذه الله يحفظكم من جهة تعاوننا مع القطاع الخاص. طبعا هناك كثير من الأمور اللي طرحها مجلسكم الموقر، كذلك مجلس النواب الموقر في تعديل آلية احتساب الدخل، شلون نحسبه اليوم ان شاء يعني اذا الواحد حصل علاوه ولو بسيطه خلاص يطيح من قوام الانتظار. فاحنا اليوم اعدنا كذلك ترتيب امورنا، كذلك الحمد لله مجلس الوزراء الموقر برئاسه سمو ولي عهد رئيس مجلس الوزراء وافق على الاليه الجديده اللي اي علاوه اقل من 100 دينار لا تحتسب الا بموافقه المواطن، اذا المواطن يبي يحسبها ندخلها، اذا ما يبغي فقط العلاوات الثابته الثانيه
فتتم مثل ما هي. فلذلك احنا ما يعني ما بيكون هناك في هناك حرية كبيرة للمواطن من هو يختار العلاوات اللي يدخلها. كذلك طبعا توسع في الفئة الخامسة، الحمد لله اليوم طبعا يعني الفئة الخامسة هي من الفئات اللي بالفعل تحتاج اهتمام كبير، سواء من احنا كسلطة تنفيذية وكذلك السلطة التشريعية. والحمد لله اليوم بالتوسع بالفئة الخامسة من خلال معاييرها بإذن الله بيكفي الحقوق كثير من المواطنات اليوم. فالله يسلمكم، اللي صار إن كانت الفئة المستحقة قبل التعديلات كانت هي المطلقة والأرملة اللي ما عندها أبناء، كذلك العزباء يتيمة الأبوين والمهجورة. اليوم دخلنا لها مميزات إضافية، حتى البحرينية المطلقة أو الأرملة واللي عندها أبناء غير بحريني كذلك ممكن تستفيد من هذه الفئة. كذلك وسعنا فئة العمر، كانت من 40 سنة إلى 60 سنة، اليوم من 21 سنة ممكن تستفيد كذلك من خدماتنا. بالإضافة إلى الدخل رفعناه إلى 800 دينار، كان 600 دينار، وقيمة الإيجار كان 100 دينار فقط، اليوم خذنا يا 100 دينار أو ربع دخلها أيهما أقل. فهذه بعد بيساعد المرأة ويمكنها يحفظ كرامتها هي وعائلتها. وأكيد طبعا ردا على السؤال اللي تقدمت فيه سعادة العضو الدكتورة، بالنسبة حق السؤال الله يسلمك، إذا كانت المواطنة البحرينية ممكن تطلع، إيه نعم، متى ما تطبقت عليها الشروط الفئات الأخرى بكل سهولة ممكن تطلعها من الفئة الخامسة وتنتقل إلى الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة بحسب الشروط والمعايير، بس أكيد ممكن تطبق عليها وتحصل أي من الخدمات الثانية اللي إحنا نقدمها في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. كذلك الله يسلمكم، طبعا في كثير من البرامج اللي احنا دائما نحاول نحن نصدرها ونعدلها بناء على الملاحظات والمعطيات اللي توصلنا من عند مجلسكم الموقر او من خلال المواطنين اللي نحصل من خلال برنامج تواصل، وخاصه طلبات الاسكانيه القديمه. فالحمد لله هناك برنامج تم اطلاقه كذلك قبل عده شهور، ان احنا نلبي او نطلع بدائل او خيارات بديله حق ذلين اصحاب الطلبات اللي قبل 2000 من 2004 وقبلها، اللي بحيث انه يعطيهم خيار انهم ممكن يطلعون ويعيشون في بيتهم ويستقرون في مساكنهم بحسب رغبتهم. فطرحنا ثلاثة خيارات. الخيار الأول إذا كان دخله أقل من 900 دينار ممكن هو يختار إحدى خدمتين، إما أرض ونعطيه يعني قسيمة ونعطيه فوقه تمويل قيمة 40,000 دينار، مهما كان يعني سواء كان عنده راتب بسيط ولا راتب أهله للـ40,000 أو لا، نعطيه الـ40,000 وهي يعتبر مثل ما تقولون منحة غير مستردة من الحكومة يبني فيها. أو الخيار الثاني إنه هو يأخذ له شقة، وطبعا شققنا اليوم الحمد لله تتميز بأعلى تصاميم الجودة وموجودة في أماكن بالفعل يعني الإقبال كبير عليها، ونعطيه طبعا 3,000 دينار منحة غير مستردة لتأثيث الشقة. والخيار الثالث حق اللي طلباتهم أكثر من 900 دينار ينعطى لهم 70,000 دينار قرض وفوقه 10,000 منحة غير مستردة. فهذه كلها برامج احنا نحاول قد ما نقدر احنا نبدأ فيها، أو يعني نحاول ان احنا نقدمها للمواطنين بحيث أنها تناسب طلباتهم وتمكنهم من حصولهم على المسكن الملائم. فهذه باختصار يمكن مجموعة يمكن من الأمور اللي حبيت أوضحها، وشكرت لكم جميعا على مداخلاتكم، والصراحة إن شاء الله يستمر العمل يدنا بيدكم إن شاء الله يمكن فيه خير وصلاح للوضع المواطن إن شاء الله. شكرا جزيلا للأخوة وزيرة الإسكان تطوير العمراني على إجاباتها المستفيضة والقيمة. الآن نصوت على توصيل سمحتي. في ضوء المناقشات والآراء التي أبديت أثناء دراسة مشروع القانون المشار إليه، فإن اللجنة توصي بالآتي: الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة رقم 1 من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976 في شأن الإسكان المعد، في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر. شكرا. الموافقون على التوصية؟ وأغلبية موافقة. تفضل معي الرئيس. طيب إذا ندخل في مواد المشروع، تفضل. أي مشروع قانون رقم لسنة بتعديل المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976 في شأن الإسكان. الموافقون. أغلبية موافقة. اللي بعده
الديباجة نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976 في شأن الإسكان وتعديلاته، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه. الموافقون على الديباجة؟ أغلبية موافقة، تفضلي. المادة الثانية، على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الموافقون على المادة الثانية إجرائية؟ أغلبية موافقة. الموافقون على القانون في مجموعة؟ أغلبية موافقة. وبعدين إذا تحبون الرأي النهائي الآن. طيب إذا أخت كريمة. سعادة الدكتورة ابتسام الدلال، سعادة السيدة جلال بوبشير، سعادة الشيخ أحمد آل خليفة، سعادة الدكتور أحمد سالم العريض، سعادة الدكتور بسام بن محمد، سعادة سيد جمال فخرو، سعادة الدكتورة جميلة السلمان، سعادة الدكتورة جهاد الفاضل، سعادة سيد جواد الخياط، سعادة سيد جواد عباس، سعادة سيد حمد النعيمي، سعادة سيد خالد المسقطي، سعادة سيدة دلال زايد، سعادة سيد رضا فرج، سعادة سيدة سبيك الفضالة، سعادة سيد صادق الرحمة، سعادة سيد طارق الصفار، سعادة سيد طلال مناعي، سعادة سيد عبد الرحمن جمشير، سعادة الدكتور عبد العزيز أبل، سعادة الدكتور عبد العزيز العجمان، سعادة سيد عبد الله النعيمي، سعادة الدكتور علي الحداد، سعادة السيد علي الشهابي، سعادة السيد علي العرادي، سعادة الدكتور علي الرميحي، سعادة السيد فؤاد الحاجي، سعادة السيدة لينا قاسم، سعادة الدكتور محمد علي حسن، سعادة الدكتور محمد علي الخزاعي، سعادة السيدة نانسي خضوري، سعادة السيدة هالة رمزي، سعادة الدكتور هاني الساعاتي، سعادة السيد هشام القصار، ومعالي السيد علي الصالح. موافق. الموافقون على الرأي النهائي؟ أغلبية موافقة. ونشكر سعادة الوزيرة على كريم حضورها معنا، والله إن شاء الله يعطيهم القوة والعافية وينجزون هذا المشروع، مشروع الإسكان الحيوي، والحمد لله كل يوم نجد إنجاز بعد إنجاز. أخوان، في نهاية هذا اجتماعنا عندنا تقريرين للشعبة، يعني طبعا لعلمكم إلا إذا كان هناك أي ملاحظات على هذه التقارير في شيء. إذن بهذا تنتهي أعمال جلستنا اليوم، وإلى اللقاء إن شاء الله. طبعا الجلسة القادمة يوم الأحد بتكون إجازة العيد الوطني، فإن شاء الله نلتقي بكم في الأسبوع اللي بعد القادم إن شاء الله. وكل عام وأنتم بخير.